رسائل كتير بتوصل لنا على صفحة الفيسبوك. طيب خير في ايه؟ بيقول لك ان منحة جامعة قطر فتحت وعايزينك تشرح لنا منحة جامعة قطر. طيب مفيش مشكلة، لما لقيت ان في رسائل كتير بتوصل بسبب موضوع منحة جامعة قطر، وانا عارف المنحة بتفتح امتى كطالب دولي عايز يقدم على المنحة، فاستغربت الموضوع ولقيت ناس كتير بتجيب لنا سكرين شوتات من ناس كاتبة المنح بايديها تقول لك ان منحة جامعة قطر فتحت. طيب ليه ما ندخلش على الموقع الرسمي ونشوف؟ يمكن يا مريم المنحة فتحت فعلا وانت مش واخد بالك. فتحت فعلا الموقع، وبناء على الموقع والمعلومات اللي موجودة في الموقع لما فتحته حبيت اعمل لك الفيديو ده علشان اعرفك كل حاجة عن منحة جامعة قطر. انت كطالب دولي هتقدر تقدم امتى بالظبط على منحة جامعة قطر؟ ولو انت مش طالب دولي امتى ينفع تقدم على منحة جامعة قطر؟ الغريب في الموضوع اللي باين لك ان في جهل بالمنح الدراسيه، ان لو واحد مثلا منزل عن المنحه وكاتب عنها معلومات ممكن نقول ان هو فاهم غلط، ان مثلا ان هو مش فاهم الكلام اللي مكتوب او هو ناسي، لكن لما تلاقي ان في كذا بوست نازل كده من ناس مختلفه كل واحد بيكتب بمزاجه المنحه فتحت المنحه ما فتحتش، فانت لازم هنا تروح على الموقع الرسمي الفيصل بينك وبين اي حد انت بتتابعه. الحمد لله الواحد يعني بيحمد ربنا ان هو بيشوف الموقع الرسمي وبيفهم الاول قبل ما يطلع كده ويتكلم وخلاص، علشان خاطر ده مستقبل ناس. فانا انصحك لو انت بتتفرج عليا ما تصدقش اي حد، حتى انا بشرح لك اهو ارجع من ورايا للمواقع الرسمية لان ده الفيصل الوحيد. هنروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا نتعرف على كل حاجة تخص منحة جامعة قطر، وهعرفك انت كطالب دولي من خارج دولة قطر امتى ممكن تقدم على منحة جامعة قطر، وجامعة قطر بتنزل المنح بتاعتها كم مرة في السنة، ولما بتنزل المنح دي بتكون لمين بالظبط، وانا اقدر اقدم امتى وامتى ما اقدمش. يا ريت لو حضرتك استفدت من الفيديو ما تنساش دعمنا بلايك، ولو لسه مش مشتركتش في القناة يا ريت تشترك، ويا ريت تشير الفيديو ده مع غيرك عشان خاطر توعي اخوك الانسان بالحاجات اللي هو بيشوفها ومش بيكون عارف هي صح ولا غلط. وللأسف المنح الدراسية صورتها بتتشوه بسبب الأشخاص اللي بينزلوا معلومات هم مش فاهمينها أصلا. لو عندك أي سؤال أو أي استفسار أنا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل انزل شوفه في الكومنتات. هنروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا نتعرف على كل حاجة بالشرح العملي. ازيكم شباب، مرة تانية وزي ما قلنا بنتكلم عن المنح الدراسية المقدمة من جامعة قطر لعام 2023. طيب بالنسبة للتفاصيل، طبعا دولة مستضيفة قطر، الجهة المانحة جامعة قطر، الدرجة العلمية اللي هتحصل عليها البكالوريوس، تمام. المنحة مقدمة لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم، مش طالب منك سن محدد. عائق اللغة الإنجليزية، اللي الناس كتير مش بتقدم على منح بسبب شهادة إيجاد اللغة الإنجليزية. المنحة دي اللغة الإنجليزية الشهادة بتاعتها مش متطلب إجباري. ركز معايا في الكام جملة اللي أنا هقولهم دلوقتي واللي حضرتك هتفهم منهم كلامي، وبرضه هنشوف الحاجات دي كلها من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة، تمام. موعد بدء التقديم على المنحة للطلاب الدوليين من خارج دولة قطر، يعني الطالب اللي مش عايش في دولة قطر، اللي مش معاه الجنسية القطرية، اللي مش معاه الإقامة القطرية ومقيم في قطر. التقديم بيفتح كل عام يوم 27 مارس من كل عام. طبعا السنة اللي جاية هتفتح 27 مارس بإذن ربنا 2023. موعد بدء التقديم وموعد انتهاء التقديم للطلاب المستجدين المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس من المقيمين في دولة قطر، المقيمين في دولة قطر 2 أكتوبر هيبدأ التقديم وينتهي 18 أكتوبر 2022. موعد بدء وانتهاء التقديم للطلاب المقيدين في مرحلة البكالوريوس في الجامعة، تمام، 2 أكتوبر 22 وانتهى التقديم 18 أكتوبر 2022. يعني حضرتك أنت كطالب دولي من خارج دولة قطر يلي بتبعت لنا تقول لنا المنحة فتحت وإزاي ما شرحتهاش وليه ما شرحتهاش وكلام كتير، المنحة بتفتح بتاريخ 27 مارس 2023. أي حاجة تاني أنت كده بتضحك عليك، ولو أنت موافق إن أنت يضحك عليك فده مش موجود عندنا احنا، ومش هتلاقي ان في حد بيساعدك على الغلط عندنا، تمام. بالنسبة للكليات والتخصصات المتاحة اللي بتقدمها جامعة قطر، في كليات للأولاد اللي هم البنين وكليات للفتيات اللي هم البنات. دي الكليات الخاصة بالأولاد: آداب، طب أسنان، تربية، هندسة، علوم صحية، قانون، طب، تمريض، صيدلة، علوم، كلية الشريعة، كلية الإدارة والاقتصاد. ولكن خلي بالك الكليات دي كل سنة بتتغير، يعني اخر مره فتحت المنحه ما كانش فيها طب ولا اسنان،
قبل كده فتحت المنحة كان فيها طب وأسنان، فلازم حضرتك تكون عارف. ودين أنا بكمل الفيديو علشان أنت بتسمع اللي على هواك، يعني أنت مثلا بتشوف الحاجة اللي هي أنت حبيت إن أنت تسمعها فأنت بتاخدها، والباقي الكلام مش بتسمعه. تمام، أديني بقول أهو، الكليات الموجودة قدامك دي الكليات الموجودة في جامعة قطر نفسها. إيه الكليات اللي بتنزل لما بيكون في منح دراسية، أو إيه الكليات اللي بتكون ممولة بالمنح الدراسية المقدمة من جامعة قطر، بتختلف من سنة للتانية على حسب الأبليكيشن. آخر مرة فتحت فيها المنحة ما كانش فيها طب وأسنان والكلام ده كله، السنة اللي قبلها كان فيها طب وأسنان وهندسة. تمام، دي الكليات المتاحة للبنات اللي هي الفتيات تقريبا نفس الكليات. تمام، مميزات المنحة إيه؟ بتاخد إعفاء من الرسوم الدراسية، بتاخد إعفاء من رسوم الكتب، بتاخد راتب شهري، المنحة بتوفر لك سكن مجاني، في تذاكر سفر المنحة بتغطى لك، وكمان في إقامة المنحة بتغطى لك. تمام، طيب ايه هي المستندات المطلوبة؟ كل اللي عليك ان انت بتملى الابليكيشن الخاص بالجامعة، تملى الابليكيشن الخاص بالجامعة وصورة جواز السفر وصورة من بيان درجات اخر مرة دراسة حصلت عليه اللي هي الثانوية العامة، لان انت في المنحة دي بتملى الابليكيشن الخاص بالجامعة، وبعد كده حضرتك بتؤهل للمنحة الدراسية. تمام، طيب هنا شروط التقديم على المنحة ايه؟ حضرتك لازم يكون معاك شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها، ما تقلش نسبتك في الثانوية العامة عن 95%، تكون حاصل على قبول جامعي من الجامعة، لذلك أنا قلت لك تملى الأبلكيشن الخاص بالجامعة عشان تقدر تحصل على المنحة. تمام، وفي حالة الحصول على المنحة يجب على الطالب بدء الدراسة مباشرة، وإذا أراد الطالب التأجيل فيمكنه التأجيل لمدة فصل دراسي واحد، ولكن بشرط موافقة مسؤولي المنحة على ذلك. يعني انت عايز تأجل بتأجل ترم واحد، ولازم هم يوافقوا لك على الطلب بتاعك. تمام، وطبعا لازم يكون عندك حسن سير وسلوك. تمام، طيب ازاي تستمر في المنحة؟ تقديرك ما يكونش اقل من 3 او 4، لازم حضرتك تعدي ال 12 ساعة في الدراسة بتاعتك، دي حاجات طبعا انت بتنسقها بالجدول بتاعك هناك، حضرتك بتكون ملتزم بقواعد الدراسة في جامعة قطر، وطبعا بتلتزم بالشروط العامة لاستمرارية المنحة اللي من ضمنها ان انت ما يكونش تقديرك اقل من 3. تمام، طبعا هنا حضرتك احنا مش بناخد طلبات حاليا لمنحة جامعة قطر، وهنفهم ليه دلوقتي مع بعض. التقديم للطلاب الدوليين زي ما هنشوف دلوقتي 27 مارس 2023، يعني انا لو هاخد منك طلب او لو انت مليت الابليكيشن ومحدش تواصل معاك لان المنحه مش موجوده دلوقتي، واحنا بنشرح المنحه هتكون موجوده امتى توعيه لحضرتك انت. تمام، الموقع الرسمي بنضغط عليه بتفتح معاك الصفحه الرسميه الخاصه بجامعه قطر، الجزء الخاص بالمنح الدراسيه. تمام، لو انت هنا جيت معايا بيقول لك تقديم الكتروني للمنح الدراسيه ابتداء من 27 مارس 2022، اللي هو التاريخ اللي عدى. تمام، وده اول اثبات. تمام، سيبك من ده كله، مش هضيع عليك وقت الفيديو ازيد من اللازم، انت اقرا اللي انت عايزه، ولكن في حاجه مهمه هتثبت لك كلامي، مواعيد التقديم للمنح. تمام، بتيجي هنا معايا مواعيد التقديم على المنح الدراسيه للفصل الدراسي خريف 2022. تمام، هنا الطلاب المستجدين المتقدمين لقبول مرحله البكالوريوس من المقيمين في دوله قطر، ده للطلاب اللي هم في دوله قطر بالفعل. الطلاب المستجدين المتقدمين لقبول مرحله البكالوريوس من الطلاب الدوليين من خارج دوله قطر، ده اللي بينطبق عليك انت كمواطن عربي في اي دولة عربية او اي مواطن من اي دولة في العالم، طبعا اخواتنا العرب اللي بيتابعونا، فعشان كده انا مركز وبقول الطلاب العرب. بتفتح الجزء ده بيقول لك ان المنحة 27 مارس 2022، ده السنة اللي فاتت، السنة الجاية تفتح بتاريخ 27 مارس 2023 بإذن ربنا، ده الجزء اللي يهمك في الصفحة دي كلها. طيب الاعلانات اللي انت بتشوفها ب 2 اكتوبر والكلام ده كله على اساس ايه؟ مواعيد التقديم على المنح الدراسية الفصل الدراسي ربيع 2023، الطلاب المستجدين المتقدمين للقبول لمرحلة البكالوريوس من المقيمين في دولة قطر، نفتح مع بعض بيقول لك 2 أكتوبر 2022 هتفتح، تنتهي 18 أكتوبر 2022، إعلان القرارات هيكون في 5 فبراير 2023، إعلان قرارات المنح الدراسية. تمام، طيب حضرتك ده الطلاب اللي في قطر، يعني أنت لو طالب مقيم في قطر دلوقتي بتقدر تقدم على المنحة دي. انت طالب مش مقيم في قطر، طالب دولي من خارج دولة قطر، بتفتح معايا السهم اللطيف ده بيقول لك متاح في خريف 2023 فقط، يعني انت كطالب دولي مالكش منحة دراسية دلوقتي، فبالتالي مفيش منحة في جامعة قطر، فبالتالي ما ينفعش تقدم على المنحة دلوقتي، او لو مات الابليكيشن بتاعنا مش هنتواصل معاك لان مفيش منحة للطلاب الدوليين من خارج قطر دلوقتي. طيب هنيجي هنا هنقفل دي، الطلاب المقيدين في مرحلة البكالوريوس في الجامعة، يعني أنت طالب دلوقتي بتدرس في جامعة قطر، ينفع تقدم على المنحة؟ هنا بتفتح 2 أكتوبر، تنتهي 18 أكتوبر،
تمام؟ يعني أنت كطالب مقيم في قطر أو طالب مقيد في مرحلة البكالوريوس في جامعة قطر بتقدر تقدم على المنحة بتاريخ 2 أكتوبر، بتنتهي 18 أكتوبر، النتائج بتطلع في 5 فبراير 2023. كطالب خارج دولة قطر، كطالب مش معاك الإقامة القطرية، كطالب مش مسجل في جامعة قطر دلوقتي، أنت تقديمك مش فاتح دلوقتي، حضرتك تقديمك هيكون في خريف 2023. وبكده أنا أكون خلصت كل حاجة عن منحة جامعة قطر. طبعا لو حضرتك طالب مقيم في دولة قطر أو طالب مسجل بالجامعة حاليا، بتلاقي شرح كامل لمنحة جامعة قطر موجود على القناة بتاعتنا. اكتب بس منحة جامعة قطر دكتور المنحة، هتلاقي الشرح بالتفصيل. كطالب دولي المنحة لسه مفتحتش، مجرد ما تفتح المنحة خليك واثق انك انت طالما متابع قناة دكتور المنح، فانت مفيش منحة بإذن ربنا هتفوتك، تمام؟ وبكده هنكون خلصت شرح كل حاجة تخص منحة جامعة قطر. أتمنى إن الشرح كان واضح وبسيط. لو لسه عندك أي سؤال أو استفسار ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا، اتفضل انزل سيبه في الكومنتات، هحاول أرد عليكم جميعا بقدر الإمكان، لأن الفترة دي فعلا الواحد عليه ضغط كبير. ما تنساش تدعمنا بلايك، لو لسه مشتركتش القناة يا ريت تشترك. أتمنى لكم التوفيق جميعا، وشكرا.